هسه ناخذ نركض على السريع. طبعا لازم اروح بي جي جي واعطيه خبر، بي جي جي ما يعرف هذا الموضوع، لازم استعجل واقول له يلا خلينا نروح. اي انا قعدت من الصبح وجهزت نفسي وحتى تريقت، حتى اليوم انا راح اشتغل واكمل بناء قريتي وراح اصير قريتي احلى قريه. واو افتح الباب افتح الباب. شنو من اجي كل مساعده؟ يلا خلينا نشوف. صباح الخير جيجي. اهلا وصباح النور. انا عندي خبر، انت لازم تعرف هذا الخبر. شنو خبر؟ اوكي احكي يا مساعده شنو الخبر هذا؟ تعرف انا شفت لك القريه زومبي هجموا عليها زومبي كل شويه، وتعرف احتمال راح يجوا حتى قريتنا. شنو زومبي هجم على قريه؟ تخزين ذيك القريه كنا بيها قبل مو صحيح؟ طبعا ولازم نحصل نفسنا، الاحتمال حتى الزومبي راح يجي على القريه مالتنا. زين زومبي زين ايش راح نسوي؟ واحد تعالي احنا تعرفين بس هاي بيوتنا وهالبيوت ما تحمينا من الزومبي. طبعا بس انا افكر يا جيجي انه لازم نبني لنا قلعه. نبني قلعه؟ اي طبعا. تعرف انه هذا البرج ما راح ينفعنا بشيء مو صحيح؟ البرج اي صحيح، هذا البرج ما يقدر يحمينا. بس بعد يا مساعده هسه احنا لازم نجيب غرف ونبني لنا قلعه على السريع، بس ما ادري نلحق او لا، بس لازم نشتغل على السريع. اوكي؟ اوكي يلا راح نجيب غراضي. ايه صار الصبح مون يوم كلش متحمسه وفرحانه. اي طبعا لليوم راح ادز المساعد مورتي حتى خلي يتخبر القريه ذيك ويقول لهم انه اي فيلجر يسكن بهالقريه راح نعطي مكان ونعطي امرود حتى يبني لي بيت كلش حلو. يلا اوكي هسه راح المساعد مورتي وعطي خبر، يلا خلينا نروح. ايه انا جهزت نفسي وتريقت وطلعت، بس انا ما اعرف اليوم ايش راح نشتغل. يا روني ما جت علي من الصبح. يا مساعد يا مساعد. نعم روني. شوف اسمعني يا مساعد. نعم. شوف انا ريت قريتك من قبل قريه جيجي. تجيب لنا فيلجر كل شويه، هسه دكتور على قريتنا القديمه وتبلغ هناك الناس وتقوم اي شخص يسكن بهالقريه مالتنا راح نعطيه امرود كل شويه حتى يقدر يبني لي بيت كلش حلو. يعني اروح ابلغ الفيلجر مو صحيح؟ اي صحيح. احنا القريه مالتنا كملت، سوينا بروج وسوينا حتى بيوت وسوينا مطعم، وبعد خلاص هسه لازم نجيب الفيلجر. اي طبعا. انا ريت قريتك من قبل قريه جيجي. اي طبعا. الناس يجون هنا يسكنون حتى قبل ما جيجي يصحى الناس ويسكنون يمه. اوكي لحد يلا هسه راح اروح لذيك القريه واقول لهم انه يجون يسكنون بقريتنا. يلا خلينا نروح. ايه صاني رجعت القرية وصاني راح ابلغهم مثل ما قلت رانيا، قالت ان اي واحد يجي يسكن بقريتنا الامرالد راح نعطي ارض ونعطي الامرالد كل شوية حتى يبني له بيتي. بس شنو ايش قاعد اشوف؟ لا مستحيل هذا زومبي. لا خلوا اربع السريع، هاي الزومبي هاجم على القرية. يلا خلوا اروح. ايه صاني جبت كل الغراض اللي نحتاجه. يلا يا مساعد اخذي الصندوق وخلي نروح نبني لنا قلعة. يلا اوكي بس وين راح نبني القلعة باي جهة؟ يلا تعالي بعد راح نبني لنا القلعة بهذا المكان، يعني عندنا مكان كلش كبير، بس هالمرة راح اسوي لي قلعة اكيد راح تحمينا من الزومبي. طبعا احنا لازم نسوي لنا قلعة كلش قوية حتى الزومبي ما يقدر يهجم علينا ابد. اي طبعا بعد عندي خطة وراح اسوي لي قلعة بنفس الوقت قوية ونفس الوقت راح تكون كلش حلوة. يلا تعالي. اوكي بيجي راح نبني. راح تكون نار القلعة، شلون تشوف هذا المكان؟ اي طبعا هذا المكان فور ونقدر نسوي بي قلعه. ايوه لحد يلا اوكي هسه بدايه خلينا نحفر هنا. اوكي خلي ابدي احسب. اوكي بدي احفر هنا. لازم ايش قد احسب؟ اوكي لازم نحفر اربعه. اوكي يلا تعالي احفر وياي. اوكي راح اشتغل. ايوه اخيرا بس احنا كملنا حفرنا هذا الخندق. تعال بقى يا مساعده هسه هذا الخندق هو راح يحمي القلعه مالتنا. اي طبعا. شو حسوي هسه؟ شو نكمل بناء القلعه؟ اوكي تعال بقى هسه لازم ناخذ هذا الحجر كله. انا راح اخذ حجر الدايموند واخذ بعد هذا الحجر واخذ حتى هذا الخشب. يلا هسه تعال بقى ايش نسوي؟ هسه راح نبدي منه. اوكي مين ابدي؟ راح لازم ابدي منه. عفوا هاي وحده اثنين وابدي ابدي منه. يلا اوكي زين بقى راح ابدي بنائي. بقى انت هذا كملي. اوكي كملي حول القلعه كلها. يلا سوي لازم هذا منو اكمل على السريع. اوكي وين؟ اوكي هسه نو كلش كافي. يلا خلينا نشتغل. اي هسه احنا بنينا اساس القلعه، بس واو انا متاكد القلعه مالتي راح تصير احلى قلعه حتى راح تكون عاليه. مو شكرا تسالك. نعم. مو راح يكون البرج؟ برج القلعه. بعد برج القلعه راح يكون هنا بهذا المكان. بس اوكي بس ما راح نبني هسه. لازم هسه بدايه نصعد وراها نجي على البرج نكمله. اوكي هاي قصدك هسه نكمل بناء نصعد بعد بي؟ اي طبعا لازم. يلا خلينا نكمل بعد. خلي بعد هنا بلوكات. بس شو اسوي؟ اوكي هنا راح تكون البوابه، بس انا راح لازم افكر انه اسوي خلي البوابه هنا. هاي البوابه راح اخليها تنسد بحيث الزومبي من يجون ما يقدرون يدخلوني. يلا اوكي خلينا نكمل. يلا خلينا نركض على السريع. لازم اسوق لرونيا لان اكيد رونيا ما تعرف ان الزومبي يجمع على ذيك القريه. يلا خلينا نروح. روني روني شو صار؟ ايش بيك؟ باي روني تعالي على السريع، انت ما تعرفين ايش صار بذيك القريه. شو صار احكي؟ باي هاجمين الزومبي على ذيك القريه ومحتليها كلها، واحتمال راح يجون على القريه مالتنا. راح يجون على القريه مالتنا؟ اي طبعا. شو حنسوي؟ باي انا ما اعرف شو حنسوي، بس انا اقول لازم نهرب منها. نهرب؟ لا مستحيل نهرب، انا مستحيل اعرف منطقه
رحت الامرال. لا لا بس انا اعرف شو راح اسوي. راح ابني قلعه طبعا، لازم احمي نفسي، لان اذا جوي احنا عندنا قلعه نحتمي بيها. يعني نبني لك قلعه نحتمي بيها؟ يكون نسيان مو بس هسه اكيد راح يجمع على قريه جيجي. اي طبعا طبعا، يبعد احسن ذا حتى تخلص من عندي وتبقى بس قريه الامرالد. لحد يلا اوكي خلينا نروح نبني لنا قلعه على السريع. يلا شوف هسه راح اروح واجيب كل الاغراض اللي نحتاجها حتى نبني القلعه. يلا تعال وراي. اوكي اوكي يا مساعد يا مساعد. نعم نعم رونيا. هسه جبت الاغراض كلها بهذا الصندوق. شوف هسه لازم نروح نشوف لنا مكان فراغ ونبني لنا بيه القلعه حتى القلعه تحمينا. يلا شيل الصندوق على السريع وتعال وراي. اوكي اوكي لحد يلا هسه شلت الصندوق وروح اجي وراك على السريع. بس شوف احنا راح نبني لنا قلعه ولازم هاد القلعه حتى تحمينا من الزومبي. مستحيل احد من الزومبي يقدر يدخل لنا. بس احنا راح نسويها من الامارات مو صحيح؟ طبعا طبعا. ليش هو عندي ورا الامارات؟ طبعا من الامارات ومن الحجر هم مسويه. ونحصل احلى قلعه. ايوه وهسه جيجي ما يدري. طبعا ومتاكد راح يهجم علي الزومبي ونتخلص من عنده. ايه صحيح راح نبقى بس احنا هنا وتبقى بس قريه الامارات. يلا تعال الساحه تقربنا وهذا المكان راح نبني القلعه. يلا تعال. اوكي اوكي يلا يا مساعد. اي نعم روني. الاغراض اللي نحتاجها حتى نبني القلعه. تعال اوكي بس وين راح نسوي القلعه؟ راح نسوي بهذا الجهه. اي طبعا هذا المكون فورم. اي صحيح. ايش راح نسوي؟ اوكي لازم نسوي البرج. اوكي هسه راح نسوي اوكي هلا احسب هنا تقريبا اربع بلوكات وبعدها هنا وبعدها بهذا المكون بلوكات. ولك انت تسوي مثل ما انا اسوي. اوكي 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 لحد يلا تي ان شاء الله من ذيك الجهه وانا راح اشتغل من هاي الجهه. يلا يلا خلينا نشتغل. اوكي اوكي يلا خلينا نشوف رونيا خلت هنا. اوكي بعد انزل مثله. بس باعي رونيا احنا قلعتنا لازم تصير قلعه كلش عاليه لان تعرف ان الزومبي يعني ممكن يهجمون علينا فلازم نحمي نفسنا. اوكي طبعا وانت بتعرف شو راح اسوي؟ انا حتى راح اتحول القلعه كلها لافا تحمينا من الزومبي. اي اوكي اوكي مستحيل احد من الزومبي راح يقدر يتقرب لنا. بس خلينا نشتغل على السريع. يلا يلا اشتغل. اوكي اوكي يا مساعد سيبكم من اساس القلعه ومتاكد راح احصل قلعتنا كلش حلوه. صحيح هالقلعه كلش حلوه. لحد يلا رانيا خلينا نشتغل على السريع لان تعرفين اذا الزومبي جوي راح يوصلونا بالليل. طبعا طبعا اقول لك بس يا مساعد. نعم تشوف جيجي ذاك قاعد يبني بس هاش قاعد يسمون. صحيح ها جيجي قاعد يبني شيء. شوف اسمعني اسرع دوك تروح تشوف ذيك القريه وشوف ايش قاعد يسمون وبعد ترجع اسرع تعطيني خبر. اوكي اوكي لحد انت كملي بنا وانا راح اشوف جيجي واجي على السريع. يلا خلينا نروح. اي اصلا وصلت القريه جيجي بس خليني اشوف ما حدش قاعد يبنون. يلا خليني اشوف على السريع. اي جيجي انت اشتغل ببرج القلعه وانا اشتغل بالقلعه طبعا راح اسوي سيوجه كلش عالي حتى الزومبي ابد ما يقدر يهاجمنا. يلا خليني اشتغل. شنو ايش قاعد يحكون؟ يقول قاعد نبني قلعه. لحد اوكي لحد روني ما تدري انهم يعرفون بس اوكي راح اقول لروني على السريع واجي. يلا خليني اروح. اي اصلا رجعت على السريع. روني روني. نعم يا مساعد. باي روني اصلا رحت على السريع طلع قاعد يبنون قلعه. شنو؟ اي طبعا قلعه. حتى سمعتهم تقول هالمساعده مال جيجي تقول هسه راح نبني لازم نبني سياج كلش عالي حتى يحمينا من الزومبي. شنو؟ يا معقول يعرفون بالزومبي وما اعطونا خبر؟ لا هاي كده بده يخلص من عندنا بس انا مستحيل اسكت. لازم اروح لجيجي واحاسبه. اي طبعا. يلا اوكي لحد انت روحي وانا راح اقعد اكمل بناء هاي القلعه. اوكي اوكي هسه بدك تكمل هذا البناء وانا بس انتظرني وراح اروح لجيجي واحكي له وجه على السريع. اوكي اوكي اي صار قد اشتغلت وراح ابدي اكمل القلعه مالتي وراح اصير احلى قلعه مو حتى راح يصير هنا البرج. يلا خلينا نشوف. جيجي جيجي منو؟ رانيا. اي طبعا انا رانيا. نعم رانيا. زين انت قاعد تبني برج شو تسوي بهذا البرج؟ شنو انت ما تعرفين انا قاعد احمي نفسي من الزومبي. طبعا لازم ابني برج لان تعرفين الزومبي كلش خطر. يعني راح يجمع علينا الزومبي وحتى انت ما تعطيني خبر؟ يعني شنو قصدك تتخلص ما عندي مو؟ انا ما اعطيتش خبر بس انت اصلا تعرفين لازم لان انت اصلا هو ابوك يصير مسؤول ذيك القرية ولازم تعرفين نجمع على مزومبي. لا لا انا اصلا ما اعرف يعني لو اعرف حتى حطيت الخبر بس تعرف انه انا ما اعرف. لا بس انت شرير تريد تتخلص من عندي متاكدة؟ انا تتخلص من عندك؟ لا لا انا ما اريد اتخلص من عندك بس تعرفي انا حباني انت تعرفين قبلي وانت ما قلتي لي. لا لا انت شرير وانت تتخلص من عندي. بس على العموم انا راح اسوي لي قلعة وحتى احسن من قلعتك طبعا قلعة الدايموند. لا لا انا راح اسوي قلعة الامرض. يلا خلي روح وانش عليه. يلا روح يا ابني. يلا صراحة اكمل هالقلعة مالتي وانا متاكد قلعة الدايموند هي احسن من قلعة الامرض. لحد يلا خلي اشتغل بس وهالمساعدة مالتي كلش تاخرت بس يلا خلي انتظري حتى تجي تساعدني ونكمل القلعة. يلا خلي اشتغل. يا صوني بيرت هنا وصعدت بس كلش تعبت. شنو انا ابني روني راح على جيجي؟ لا لا خلي انتظر انا ما اشتغل لحد ما تجي روني. يلا خلي انتظر. ايش قاعد تحكي؟ نعم نعم يا روني. ايش قاعد تحكي؟ ايش قاعد تقول؟ شنو؟ لا 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 انا قاعد اشتغل ودا اساعدك. ها كل زين. يلا شوف اسمعني زين. نعم. رحت جيجي بس طلع يعرف بالزومبي وقاعد يسوي له قلعه بس لا انا راح اسوي له قلعه احسن عنده. طبعا اللي تعرف احنا الامراض او الدايموند والدايموند ابد ما حلو. يلا لازم نكمل بنانا على السريع. اوكي بس شلون قلعه جيجي؟ صحيح انا كلش عجبتني. شنو؟ ايش قلت؟ اي صحيح مو حفر خندق. هذا حكي مره ثانيه. ولا تضربيني بس هو حفر خندق حول القلعه ومبين قلعته كلش قويه. اي طبعا طبعا
رخص البناء، بس من رخص البناء راح قلعة تصير كلش حلوة. راح تصير أحسن من قلعة جيجي. يا أستاذ منكمل البناء عسري. أوكي أوكي أوكي، بعد يلا خلي ابني. اي نعم رونيا، من القلعة بس واو صارت كلش حلوة متأكدة. اي صحيح، من قلعة جيجي اسمه صحيح. انا ما اعرف، انا بعدني ما شفت قلعة جيجي، بس يلا خلينا نكمل متأكد قلعتنا عصي حلوة. اي طبعا طبعا طبعا، مو طول يمرض، بس شوف اسمعني زين. نعم. بس شو راح نسوي؟ لازم نحفر هذا الجو كله بالشفر. حتى بعد شو راح نسوي؟ نسوي كمين للزومبي، يعني اول ما يجي الزومبي يفوت راح يوقع باللافا. استفدت. اوكي اوكي، بعد يلا انا راح احفر على السريع. يلا خلينا نحفر هنا حول القلعة كلها تحمينه. اوكي اوكي، بعد يلا خلينا نحفر نسوي خندق هنا حتى يحمي القلعة والدني. يلا خلصتوا. ايه روني، هذا المكان نحط بيه لابوك وشوية. مستحيل احد من الزومبي يقدر يدخل القلعة مالتنا، لان قلعتنا محصنة. ايه صحيح، بس صحيح شو فكرت بالفكرة، صحيح اللافا كلش قوية. إيه طبعا، واكيد راح تخذي على الزومبي. ايه روني، موني كل الذكية. مستحيل احد يصير مثل ذكائي. ايه صحيح، لحد يلا هسه شو حنسوي روني؟ ايه شوف تعال، هسه لازم نكمل السقف مال القلعة حتى نكملها على السريع. يلا تعال. اوكي اوكي. ايه يا سونج قد بنيت، وهم زين جت المساعده مالتي حتى نكمل القلعه السريع. بح يا مساعده، هسه شو راح نسوي؟ راح نخلي خشب هنا. اوكي هذا الاول راح نخلي هنا وراح يفتر حول القلعه بالضبط. اوكي يلا اوكي، لحدوني خلي كمان هذا الجيل وتشتغل من الجهه الثانيه. اوكي اوكي، يلا هسه خلي هنا حتى شو يصير؟ راح يصير هنا ممر ويقدر واحد يفتر هنا. يلا اوكي، خلي بعد هنا وكمل على السريع لازم. يلا خلصته. ايه يا سوني كملت وخليت هذا الخشب هنا حتى يصير هنا ممر. واو جي جي جي. يلا مساعدة، كملت كملت هذا الجيم كله وحطيت له خشب. هسه وش راح نسوي؟ اوكي كل زين، بحس بدي راح نستخدم هذا الحجر. اوكي اللي هو حجر مال القلعة حتى يصير القلعة مالتنا كلش حلوة. ايه طبعا طبعا، وحتى هذا يحمي القلعة من الزومبي. ايه صحيح. هسه وش راح اسوي؟ راح احط الحجر هنا بكل مكان. اوكي بس ورا شو راح اسوي؟ راح اجيب نفسه بس اجيب الاسلاب حتى اكمل، راح يصير بالضبط تشبه القلعة، يعني خلي بيننا بلوكة وبلوكة. وخلينا كل السليم. بس نشتغل حتى خلص على السريع. اوكي اوكي. اي يا سوني كملت، خليت هذا الجدار، والجدار صار كلش عالي، ما اتوقع الزومبي يقدرون يجوني. بس بعد تعال يا مساعده، هسه ايش راح اسوي؟ راح نجيب هسه هذا الفينس. اوكي اوكي، بعد ايش راح نسوي؟ اي طبعا راح نخلينا راح نجي. اوكي خلينا حتى ما ياخذ مكان من الممر. اوكي هاي صحيح، هذه خوش فكرة. يلا أنا راح أسوي نفس الطريقة. أوكي أوكي، صار شكله كلش حلو. إيه صار كلش حلو، حتى واحد من يجي منه ما يوقع. إيه يلا أوكي خليني أكمل شغلي. إيه سوني كملت وخليت هذا الفينس، بس مو صارت القلعة مالتي كلش حلوة. إيه صار كلش حلو. إيه طبعا، وقت هذه الجيش راح نسوي نكمل. هذا هنا راح يكون برج، وهذا البرج راح يكون كلش عالي حتى يكتشف إذا جو الزومبي بعيد نقدر نشوفه. إيه صحيح. إيه طبعا، يلا أوكي خلينا هنا أجيب حجر الدايموند ونخلينا. واو يلا خلينا نشتغل. اي رانيا، هسه احنا صعدنا مكان كلش عالي، بس اتوقع الزومبي ما يقدر الا يشد جناح ويطير. اي طبعا طبعا، هذا المكان كلش عالي، بس شو راح نسوي؟ اوكي بس لازم نسوي الارضيه. هسه بدو يشتغلوا وياي ونسوي الارضيه هذا مال البرج ونسوي كلش حلو. طبعا يلا هسه خلينا نكمل على السريع. حتى بعد شو راح اسوي؟ اوكي بعد احط السيوج حتى يصير شكل القلعه مالتي كلش حلو. اوكي اوكي، يلا هسه اشتغلت هنا حتى نسوي هذا كله ويكمل الخشب. يلا خلصته. ايرونيا، هسه انا كملت الارضيه وسويتها كلها من الخشب. شوف اسمعني زين. نعم. هسه لازم نحط هنا بلوكات حتى بينها مثل قلعه، وش راح يصير شكله كلش حلو. اوكي اوكي، لحد يلا ثاني مقليت هنا. زين بعد شو راح نسوي؟ شوف تعال، هسه لازم ننزل ونكمل هذه الجهه الثانيه، لازم نكملها على السريع. يا تعال انزل وراي. اوكي اوكي. يلا تعال يا مساعد. اي نعم. خلص على السريع حتى نكمل هالقلعتنا. يلا اوكي، هسه شو راح نسوي؟ هسه بدايه لازم نحط هنا ارضيه الخشب. اوكي؟ اوكي اوكي. يلا بس نحطه بهذه الجهه وبعدها نكمل ونسوي بعدها مثل كوخ ويصير شكله كلش حلو. ويصير قلعتنا كلش حلوه، حتى راح نحط العلم. يعني قصدك راح نسوي الكوخ هنا مو صحيح؟ اي طبعا طبعا. كنا بداخل هذه القلعه راح يصير شكلها كلش حلو. اوكي اوكي، لحد انا مخلي اجي من هنا واشتغل على السريع، لازم نكمله لان احتمال اليوم بالليل راح يجون الزومبي، فلازم تكمل القلعه على السريع. اي طبعا طبعا، لازم نشتغل على السريع. اوكي اوكي. اي هسه كملنا الارضيه. اي صحيح، بلوكات الايمرالد وبعدين نحط هذا البلوك حتى يصير شكله كلش حلو. يصير نفس القلعه. اي طبعا، لان القلعه تيجي شكلها. اي صحيح، بعدين هنا هنا. اوكي صحيح، القلعه مالتنا صارت كلش كبيره واكيد راح تحمينا، حتى اذا اجوا فيلجر ويانا هم نقدر نحميهم. اي طبعا طبعا، كل الفيلجر راح يجون هنا وكلهم راح يقولون قلعه الايمرالد هي اللي حمتنا. اي صحيح، لحد يلا بايرونيا خلينا نشتغل سوين، راح نبدا من الكوخ مو صحيح؟ اي طبعا، نسوي غرفه هنا فوق. اي طبعا، وهالغرفه تحمينا، والشخص اللي يراقب راح يساعد بهذه القلعة، هذا المكان اللي يراقب بي. إذا أجوا الزومبي راح يطينا خبر. وانا غرفة نور حصر اليوم مو صحيح؟ لك شنو؟ طبعا أنا هذه غرفة.
واقفه وانت توقف هناك وتراقب. اوكي اه نقف راقبه بس يلا الله ما يخالف. يلا المهم انه ما يجون الزومبي علي. اي طبعا طبعا لان اكيد لاب موجوده خارج هذا القلعه وراح تحمينا. يلا على السريع. اوكي ايوه اخيرا بس احنا راح نكمل البرج مال القلعه. راح تكمل القلعه ولدي. يلا يا مساعده خلينا نشتغل على السريع لان تعرفين احتمال اليوم يجون الزومبي ويهجمون علينا. اوكي سنحط الدايموند مو صحيح. اي طبعا يلا اوكي سخلينا انا الدايموند حتى يكمل بس لازم يكون كلش عالي. هسه شو راح نسوي؟ اوكي راح اجيب هذا حجر القلعه هذا يصير كلش حلو. اي صحيح هذا الحجر كلش حلو ويستخدم بالقلعات. اي طبعا جسر كملتي. اوكي سبق شو راح نسوي؟ هسه اوكي هسه شو راح نسوي؟ راح نجيب هذا الخشب لازم نخليه هنا ممر. لازم نسوي ممر على السريع. خلي اوكي هنا بعاد وانا خلي هنا. اي هسه هذا كمل بو. صحيح هسه وجهه كملنا وكل شيء كمل عندنا. اي طبعا هسه شو راح اجيب؟ راح اجيب هذا وخليه هنا اسوي بالضبط مثل الجدار الجوي. راح يكون اوكي بين وحده وحده. خلينا وحده وخلينا اي هسه كل زين. تقريبا القلعه مالتي كملت بو. هسه خلصت قرعتنا وصارت كلش حلوه. اي طبعا بس بعيا مساعده هسه خلينا ننزل وغير الارضيه ونسوي الكمين مال الزومبي. يلا خلينا ننزل. يلا خلينا ننزل. يلا يا مساعد. اي نعم راني كل شيء قليل وكل شيء يكمل. هسه نروح نسوي الغرفه لان تعرف هناك سوينا هذا البرج من مراقبة برج القلعه وهنا راح نسوي الغرفه. اوكي راح نكمل هذا الجي وبعد ايش راح نسوي؟ اوكي ونحط هنا هذا النازجه راح تكون هذه الجهه والبقيه كلها ايمرالد. اوكي بعد يلا خلينا نكمل الغرفه على السريع حتى تكمل القلعه مالتني. لازم نخلصها على وقت حتى ما نتاخر. اوكي يلا يا مساعد. اي نعم راني عندنا بالغرفه وصوت كلش عاليه. هسه عرفت تدش بقى؟ اوكي نسوي السقف وروح السقف يصير شكله مثل كوخ. اوكي انت بتشتغل على الجهه الثانيه حتى نكمل على السريع. اوكي بعد هسه راح اشتغل على السقف. خلي بعد هنا وخلينا يلا خلي اشتغل على السريع حتى نكمل. بس متاكد راح يصير موادنا القلعه كلش حلوه. اي طبعا طبعا لان هي اصلا قلعه الايميرالد ماكو احلى من قلعه الايميرالد. اوكي هسه راح اكمل هالجهه. يلا اشتغلي. يا سوني كملت القلعة بس بو وصلت القلعة كلش حلوة. القلعة كلش حلوة كيف الدايموند. اي طبعا بس بو ايش راح اسوي؟ بس ايش راح اسوي؟ راح اسوي الممر هنا. هذا الممر حتى شنو؟ اذا من يجون الزومبي نقدر نسده حتى ما يقدرون يعبروني. اي صحيح نقدر نفتحه حتى يقعد الزومبي بالفخ مالتنا. اي طبعا بو ايش راح اسوي؟ راح اجيب بعد بيبان واخليه هنا. اوكي وبعد وين؟ اخليه هنا وهنا اخليه. يلا اوكي هذه خوش فكرة. زين بعد ايش راح نسوي؟ باي هسه اوكي هسه هذا كمل المكان صار الممر. بس بعد ايش راح نسوي؟ هسه تعالي خلينا نسوي الكمين. بعد جايباني جايب هذا الكمين الثلجي. اوكي يعني اذا يوقعون عليه راسين يدمجون ورا يموتوني. صحيح هذه خوش فكره. اي طبعا بس راح اخليه وخليه بكل مكان بحيث بس يوقعون راسين يموتون. يلا اروح اشتغل الثلجي وكمل على السريع. اوكي يا مساعد ايرونيا كملنا القلعه مالتنا بس صارت كلش حلوه. اي صحيح حطيت علم الايميرالد. اي طبعا هي القلعه راح تحمينا من الزومبي. ايوه تعال سوي شو راح يسوي؟ هسه نحط اللافه حتى يكمل الكمي مالتنا. تعال ورا على السريع. اوكي يلا هسه نجد بس خلينا ننزل. انا اتوقع هم اليوم يجون الزومبي ولازم احنا نستعجل طبعا قبل يجون احنا نكون جاهزين. اي كل زين لحد يلا جيت هسه على السريع. اوكي بس نحط اللافه بكل اتجاه. اي اوكي بس هنا اكيد راح يموتون ويقعون باللافه. اي طبعا يلا هنا انا مخلي لافي. يلا لازم نخلي بكل مكان. يلا خلشته. ايرونيا هسه احنا خلينا لافي ايش قد هوايه وبعد مستحيل يقدرون يجون الزومبي. بس هنا الممر شلون هذا؟ هذا الممر لا انت ما تعرف. اي احنا بس نشوف انه زومبي يجي هاي قبل راح نكسره بالبيكاكس ونفوت ومستحيل راح تبقى مكانه بس اللافي. حد يقدر يدخل القلعه مالتنا. اي صحيح مو صحيح. انت ايرونيا انت صدق عبقريه. طبعا انا ذكيه. اي طبعا بس يلا رانيا خلينا ندخل للقلعه لان احتمال بعد شوي راح يجون الزومبي. لا شوف هسه لازم نجيب اغراض نحتاجها وبعدين ندخل القلعه. اوكي اوكي بعد يلا خلينا نروح. يلا تعال. يا مساعدة هسه احنا كملنا وخلينا هذا الكمين حتى بس يجون الزومبي يقعون بيه ويموتون. اي صحيح. يلا كسب بقانا شنو؟ باي هسه شنو؟ خلينا نسوي هذا نسجع اسد الممر. هذا احنا من فتحه بس من يجون الزومبي. اوكي؟ اي كل زين. يلا اوكي هسه هذا راح اسده حتى يقدر يفوت بهذا الممر. اي كل زين بس انا مخليت البابو بس كملت القلعه. هسه شنو بقى؟ بس نجيب غراضنا ونجيبه هنا. ولينا حبايب وصلت الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه نتابع فيديو جديد. مع السلامه.